أبا أعطيكم نصيحة اكتبوها واعتبروها نصيحة من ذهب. إذا ضاقت بك الدنيا وأشغلتك الهموم وأثقلتك الديون وتوالت عليك الأحزان، فقرب إلى الله قربانا، قرب إليه صدقة. قال الله جل وعلا: وقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تصدق، قرب إلى الله شيء، ثق تمام الثقة أنك إذا قربت إليه سبحانه وتعالى أمرا أعزك الله جل في علاه وأعطاك ما لم يخطر على بالك.